هنعمل دلوقتي وصفه البانكيك. البانكيك الكوري اساسه الاساس هو البصل الاخضر. شفت فيديوهات كتير لمزارع ومزارعين البصل الاخضر عندهم باحجام كبيره وبيستخدموه بالاكل بشكل كبير. هناخد البصل الاخضر ده كده، اتاكد انه بس صاجه طاسه صاجه اللي انتوا عايزينه على النار بس تبقى كبيره شويه. ناخد سكينه، هشيل الحته البيضه دي، احنا عايزينه كده متفرط اهو، ونشيل الحته الناشفه، خلي الطاسه هنا، وانا هشغل العين اللي فوق كمان علشان تبقى متغطيه كلها، يعني العين اللي فوق والعين اللي تحت واخدين الحراره. هناخد البصل الاخضر اهو وهنشويه، بس الاول هنشويه يعني هياخد كده تحميره حلوه. الاول خلونا نحط شويه زيت سمسم، اين زيت السمسم اهو، على الصاجه، ونشوح شويه كوسه وشويه جزر اهو. هو بانكيك مش يعني هو عجه شبه العجه بتاعتنا، هندخل فيه بس النكهات الاسيويه. فاحط الكوسه والجزر هنا ياخدوا تحميره من غير اي حاجه، من غير اي اضافات. والاكل الاسيوي اللي مجرب الخضار بالمطبخ الاسيوي بيعرف انها بتفضل فريش كرانشي. انا مجرد هديهم كده سريعا تشويحه، وعندي طبق هنا هطلع الخضار عليه علشان هحط البصل الاخضر، يبقى هو القاعده تحت، فوق الخضار وفوقه خليط البيض اللي هنحضره حالا. نجيب البيض من عندنا هنا، هنضيف نكهات للبيض، هنحط جنزبيل وهنحط ثوم وهنحط شويه صويا، نفس النكهات اللي اتكررت في اكلنا النهارده، بما انها من مطبخ واحد هتتكرر في البانكيك. فهي نوع من انواع العجه مشهوره جدا هناك، بيعملوها على الفطار وبتتقدم كده، هتشوفوا هنقطعها وتتقدم جنب ديبنج صوص كده زي اللي بناكله جنب السوشي بالصويا وكده، بس بيبقى فيه نكهات برضو الكوريه. خلوني بس اقلب، فين المعلقه؟ تعالوا بس كده يا دوبك بس ياخدوا التشويحه دي، وهطلعهم عن النار. انا عايزه بس اجيب بعد اذنكم مقصوصه من هنا او حاجه اطلع دول. تعال خلي الطبق جنبنا، هنطلع دول علشان قبل ما نطلع الفاصل نحط ايه على النار. نحط احنا الفاصل ده الثالث ولا الثاني ولا ايه؟ كنت فاضل لنا 1 سيجمنت. خلاص ده الوقت بيعدي بسرعه، مع والله الوقت بيعدي بسرعه، يعني اسرع ساعه بحياتي او في يومي بتعدي واحنا على الهواء. نقعد ساعات نحضر قبلها والوقت بيروح على طول. دلوقتي تعالوا نحط شويه زيت، دي اهم خطوه، ونحط البصل الاخضر اهو. بصوا حاولوا خلوه كده ياخد شكل، اشيل بس دي ناشفه شويه، يديني شكل كده مربع مستطيل مربع بس يبقى مفرود كده. تمام. البيض هنا هنضيف له شويه صويا صوص شويه بسيطه، هنضيف له شويه جنزبيل اللي هو بشرناه، ممكن احطه كده سليم يديني تكستشر. هنضيف له، حطينا صويا هي الملح، الجنزبيل، شويه الثوم، وهنقلب شويه دقيق لانه عجه فمحتاجين نحط له شويه دقيق، معلقه بس. وتعالوا نقلبه، وده الخليط العجه بالنكهات الكوري، هخلطه كويس واحنا بالفاصل. اوكي، ولو نسي اضيف له حاجه هفتكر وارجع بعد ما نرجع من الفاصل نحطها. بس تعالوا نبص مع بعض على البصل، نقلبه قلبه، تعالوا نبص عليه. ايوه ابتدى ياخد اللون البني ده، شايفينه اهو ابتدى يتحمر. اقلبه الناحيه، الله. يلا نطلع فاصل عشان نرجع يكون البصل جاهز والخضار تتحط فوقه، وعلى طول يبقى طبق التقديم موجود. البيض بيستوي بسرعه جدا علشان هنعمل وصفه صغيره من البطاطس اللي هي موجوده دلوقتي في الاير فراير مستويه وشهيه، فاضلها صوص كده شهي عشان ناخدها معانا فين؟ على المطبخ الكوري. استنونا بعد الفاصل.
البصل الاخضر خد طعم الشوي الباربيكيو، خد الطعم الحلو اللي لازم تجربوه على فكره، هو والليكس الكرات من الحاجات اللي بيليق فيها قوي التحمير ده. دلوقتي هحط الخضار كده، هزود على الخضار شويه جنزبيل جوليان، بصوا مقطعاه جوليان كده، وتعالوا نحط خليط البيض دلوقتي عليه، نحاول هنقطعه كده على شكل شكل العجه، يعني شكل البصل، خليه بس يملى كده، وبعدين هنشيل الاطراف دي، فخليه على النار وهنقلبه، خليه يتحمر كله تمام. احنا لو عندنا الطاسة اصغر، بس هي عادة يعني بتتفرد كده وبعدين بيتعمل لها التريمينج علشان على طول تتقطع، هو على اعلى حرارة. تيجي نعمل البطاطس. بطاطس النهاردة عاملينها بالاير فراير، عندي بطاطس عادية جدا قطعتها ارباع بقشرها بعد ما غسلته، وحطيتها في المقلاة الهوائية من ميانتا. مقلاة الهوائية، كلمة مقلاة بتظلمها، ليه بتظلمها؟ لانه هي ليها استخدامات اكتر بكتير من مكونها مقلاة. احنا خبزنا فيها قبل كده، عملنا عيش، عملنا تشيكن، عملنا الحاجات المقلية كلها، بس شوينا فرخة، فهي مش مجرد مقلاة هوائية، هي فرن هوائي بيأدي غرض القلي وحاجات كتير تانية. فبصوا البطاطس طالعة ازاي مستوية تماما. انا دلوقتي عندي هنا صوص هعمله سريعا معاكم، معلقة نشا كبيرة مع شوية مية، هنحط لهم صويا صوص، النشا اللي هيخليها تدي الجليز، هنحط لهم شوية خل، كل النكهات اللي استخدمناها، شوية فيش صوص، هنحط لهم كمان زيت السمسم، اللي هحط شوية دلوقتي بالطاسة كده واحط البطاطس عليه، خليها كده تسخن اهي معاه، وهنخلط الصوص ده اللي لسه هنضيف له كمان شوية جنزبيل اهو زي ما عملنا بالباربيكيو صوص. المقلاة الهوائية حقيقي من أكتر الحاجات اللي موجودة في البيت، زي ما قلت لكم مهمة مش بس للدايت، هي مفيدة لأنها كمان أمنة لاستخدام الأطفال الصغيرين. أنا بنتي بترجع من المدرسة، خلونا بس نقطع ده كده وده كده، أنا بس عايزة أشيلهم. أمنة للأطفال، أنا بنتي بترجع ببقى محضرة حاجات جاهزة أنها تتحمر، مش هنرمي ده طبعا طعمه حلو، بس إحنا هنقدمها بالشكل اللي مفروض تتقدم بيه. ممكن تحمر البطاطس، ممكن تحط الفراخ تبقى متبله عشان تشويها، بتعمل حاجات كتير فيها، وانا مطمنه 100% ان هي مجرد هواء سخن بيسوي الحاجه، اول حاجه بطريقه صحيه، ثاني حاجه بطريقه امنه، فهي انترودكشن حلو للاطفال بالذات في البيت انه يبتدوا يطبخوا. تعالوا نقلب دي الناحيه الثانيه، وانا متعقده من قلب البانكيك فجبت حاجه كبيره عشان نقلب بيها. معلش متعقده قلت لكم، هجيب ده كده ونحطها بشكل لذيذ عليها، مش هتتقلب كده، انا هقلبها بحاجه تانية. تعالوا نشوف بدي اهي، نقطعها اتنين، احنا كده كده هنقطعها ونعملها زي القطع، هتلاقوني حاطه تشوب ستيك، فهقطعها هنا ونقلبها بالراحه، مفيش داعي نقلبها كبيره، كده كده التشوب ستيكس هي بتتاكل بالتشوب ستيكس، فبقطعها كده بس اتاكد. تعالوا نقلبها الناحيه الثانيه، البصل خد الشوي، علامات الشوي تماما، وهو الحاجة اللي هتدي الفليفر. خلوا بالكم انه احنا ما حطيناش الخضار فترة طويلة، البصل هو اللي منديه النكهة القوية. تعالوا هنا نقلب ده ونحطه على البطاطس بكل بساطة مع النشا، بس نقلبه كويس، طاسة سخنة، تأكد انه النشا داب علشان يديني الجليز الحلو. محتاجين عسل كمان، هحطه دلوقتي هنديني الحلاوة. تعالوا نحط العسل، الحلاوة والستيكينس. ناس كتير هتستغرب البطاطس مع العسل والصويا، بس لازم تجربوا النكهات دي وتجربوا مطابخ عالمية كتيرة فيها أكلات تستاهل التجربة. على طول النشا مع العسل هيبتدي يعمل الجليزنج الشهي. خلاص البطاطس مستوية، مجرد إنه تبتدي كده تتقل الصوص ونرش السمسم والبصل الاخضر وتبقى خلصت. تعالوا بقى ناخد الطبق اللي هنقدم فيه هنا، تعالوا ناخدها كده نقلبها، خلي الخضار تدينا الالوان الحلوه دي، شايفيني محضره للتشوب ستيكس عشان بتتقطع مربعات وبيبتدوا يغمسوها بالديبنج اللي هنعمله حالا.
تمام. نكهة البصل الأخضر المشوي هي اللي بتديها الايدنتيتي، يعني ايه؟ لما ندوقها هنحس اكتر حاجه بنكهه البصل. الخضار يا دوبك متشوحه شويه، طبعا نكهه الجنزبيل والنكهات التانيه برضو رائعه. تعالوا دلوقتي نبعدها بس عن النار واطفي العين هنا. خلاص البطاطس كمان بتستوي، خليني اغسل ايدي. خلصنا وخلصنا قبل 5 دقائق من الوقت كمان. الاكل الاسيوي من الاكلات السريعه، بياخدش وقت كتير. ننظف حوالينا ونقدم بمزاج كده. تعالوا هنا ابتدت تتقل، نجيب معلقه كده ونقلب الصوص مع البطاطس. عايزه اشوف البطاطس واخده الكوتنج ده، شايفين اللون البني الحلو؟ كل ما بتفضل على الحراره كل ما هيتكتف الصوص من النشا. الله، ومش هقدمها في طبق تاني، هو الطبق ده. ولعلمكم هطفي النار خلاص، حراره طاسه حديد الزهر بتفضل عالية وهي هتكمل الجليزنج. تعالوا حالا نعمل الديبنج صوص اللي مع ده. جنبي هنا طبق اهو، هنحط فيه برضو الصويا. دي صويا غامقة، الصويا الغامقة لو ما عندناش غيرها بنخففها بالمية بتبقى صويا لايت. أنا هنا هخلط صويا غامقة وفاتحة مع شوية مية علشان ما يبقاش حادق قوي. خلوا بالكم احنا البيض حطينا معاه سنة صويا، يعني ما حطيناش ملح، بس برضو مش محتاجين يبقى حادق بزيادة. فهنضيف شوية المية. السوائل التانية هنضيفها الخل زي ما عملنا بكل اللي حضرناه النهاردة. شوية زيت السمسم وشوية عصير الجنزبيل اهو، ومقطعة برضو هنا جنبي هتلاقوا بالطبق اللي فيه فلفل احمر حراق وفيه جنزبيل وفيه بصل اخضر. شوفوا اللون هيتحول دلوقتي ازاي. اول حاجة الجنزبيل هيديها كده كرانشينس، شايفين؟ حط كمية حلوة يبقى تشانكي كده الصوص. فلفل أحمر الحراق أهو. تعالوا نزود، أنا حاطة بصل أخضر هنا عشان بحب لونه يبقى ظاهر. نزوده هنا. تعالوا نشيل دول على جنب عشان نقدم كل الأكل مع بعضه بشكل حلو. البصل الأخضر برضو ممكن يتحط هنا، توزع على الطبق بشكل حلو. ولو حابين تعملوه سبايسي ممكن تضيفوا فلفل احمر حراق مع الخضار. خلينا نشيل دي ونحط التشوب ستيكس كده طريقه حلوه، ونقرب ده هنا مكانه كويس كده مخرجنا. تمام، مش هنغير مكانه. انا ما حطيتش هنا حاجه مسكره، هنا ما كانش فيه في العناصر انه يبقى فيه حاجه سويت. حطينا النكهات من غير حاجه مسكره هنا. البطاطس بقت جاهزه، يلا نضيف عليها التوبينجز ونقدمها على طول. السمسم هو ده الشكل اللي انا بحكي لكم عليه، حاجه بالبطاطس مختلفه عن البطاطس التقليديه. هقطع بس شويه بصل اخضر لانه لازمها بصل اخضر على الوش. النهارده اعتقد الهيرو كده لوحده ظهر معانا في الحلقه، بطل الحلقه البصل الاخضر. ازاي نقدر نكهات كتير ندخلها، ندخل مش بس يبقى جارنش او جزء من السلطه، هو ممكن يدخل في اساسيات وصفات كتير. تعالوا هنا على البطاطس ناخد البصل الاخضر كما تخيلته تماما، بتقدم بشكل حلو. الصوص مسكر وحادق وجنجر وتوم اللي هو الجنزبيل والتوم. نزود البصل الاخضر هنا، قلنا هو بطل الحلقه فليه لا. واخر شويه دول مش هنهدرهم، نحطهم هنا. تعالوا دلوقتي الم كده سفرتنا واشيل الحاجات واروقها ونشوف حصاد المطبخ الكوري النهارده. هناخد ده ونحطه جنب التشيكن. اذا عملنا البطاطس، هاتوا نحضر كل السفره مع بعض. مفيش احلى من بعد ما نخلص الطبخ نوضب سفرتنا. نحط ده هنا بكل بساطه. دلوقتي اقدر اقول لكم، محتاجه شويه تنظيف بس تمام. بعد الهوا حروق المطبخ. دلوقتي اقدر اقول لكم ترارارا، زيارتنا للمطبخ الكوري يعني قربت على الانتهاء. وصفاتنا النهارده تتكرر فيها مكونات، لان كل مطبخ ليه مكونات خاصه بيه. لما نيجي نطبخ في المطبخ الايطالي بنحط الريحان والبلزميك والطماطم المجففه والباستا ونطبخ ايطالي. في المطبخ الكوري شفنا تكرر الصويا،
زي المطبخ الاسيوي، السراتشا، الجنجر اللي هو الجنزبيل، العسل، الثوم، حاجات كتير. ممكن للي بيحب المطبخ الاسيوي خلي الرز، زيت السمسم المتحمص، الفيش صوص، الحاجات دي اللي بيحبوا المطبخ الاسيوي بيبعتوا لي كتير، يقدروا يشتروها ويخلوها عندهم في مطابخهم وفي الدولاب دايما في المطبخ عشان تعملوا الاكلات الشهيه دي. بحبكم، يا رب الحلقه تبقى عجبتكم وتحمسوا تجربوا المطبخ الكوري، واشوفكم بكره وباي.